بعد قرابة الخمسة أشهر منذ ظهور جائحة كورونا وتأثيرها على نمط حياة البشر مخلفة أذى نفس بسبب فرض الحجر المنزلي وتجميد مختلف الأنشطة، يطرح التساؤل عن حال هذه الفئات الهشة ومدى تأثرهم نفسياً بمن جرى عنه هذا الفيروس. يؤثر الحجر الصحي بصفة سلبية على ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى على أسرهم، خاصة بعد غلق المدارس وبرامج الدعم المختصة بهم وبعلاجهم، يعني تغيرت حياتهم بنسبة كبيرة، فهذا التغيير يعتبر صدمة نفسية بالنسبة لهم، هذا ما يولد لهم القلق، الذعر، الإحباط وحتى الاكتئاب، لأنه علاش عقلهم وإدراكهم لا يستوعب بسبب هذا التوقف المباشر. وللمجتمع المدني دور فعال في مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة، كونهم فئة تحتاج إلى التحسيس والتوعية، شأنها شأن باقي أطياف المجتمع في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، وأي خطأ في التواصل معهم يمكن أن يفهم بشكل خاطئ، تحسيس ربما لم يحظوا به بالقدر الكافي لتهميش بعض الجهات لهم. بالحملات التحسيسية خممنا نديرو حملات تحسيسية عبر التواصل الاجتماعي، وحملات تحسيسية في الخارج في الميادين، يعني في قدام المؤسسات العمومية في الشارع، وين يكون هناك توافد للناس ويكون فيهم المعاقين، كنا نديرو مشورات عامة يعني تهم كل المجتمع المدني سواء معاق أو غير المعاق. ثم خصصنا تحسيس خاص لذوي الاحتياجات الخاصة عبر التواصل الاجتماعي وعبر حتى جبنا في التلفزة. توعية هذه الفئة وعدم تهميشها والمحافظة على صحتها ونفسيتها ضرورة إنسانية لابد منها، فهل ستتمكن هذه الجمعيات من التوعية وتقديم يد المساعدة لهم وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الفيروس القاتل؟